صباح الفل والياسمين على كل الناس اللي بتابعنا عبر الموجة 91 دي ان اف ام. يتجدد اللقاء كل صباح يوم الخميس بالتأكيد بكل محبة على الجميع. كل الناس اللي بتابعنا عبر الشاشة الزرقاء التحية لكم بكل المحبة، وكل الناس اللي بتتابع على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحة القناة فيسبوك البث المباشر. أيضا لقاء صباحي في والعديد والعديد من المواضيع المختلفة نتطرق من خلاله لقراءات صحفية، وأيضا لموضوع من خلاله بنسعد أن نسمع أصواتكم ونسعد أيضا بلقياكم في كل صباح. وأجمل الألحان الصباحية مهداة للجميع، لكل الناس اللي بتتابعنا داخل وخارج السودان. كل المحبة للجميع، مرحب بكم.
لازم للأسف.